بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواننا، يعني في هذه الليلة نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فبإذن الله تعالى عندنا أبيات منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 100 بيت فقط، نشرحها بعد المغرب وبعد العشاء في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن يعني أنا أريد أننا يعني نتأدب بآداب طالب العلم. يعني في هذا المجلس لا أحد يعني يستخدم الجوال أو التصوير أو ما إلى ذلك، نريد نبقى يعني دقائق نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفر أكبر. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن محبة دين، وأمر الله سبحانه وتعالى بمحبة عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبه، وسبب هدايتنا لو أحسن إليك إنسان لن تنسى له هذا الإحسان، فما بالك أن كل خير يلحق الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام، لما قام به عليه الصلاة والسلام من بذل غاية جهده لتبليغ هذا الدين. أوذي عودي عليه الصلاة والسلام، قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. لما أتى الله سبحانه وتعالى محاسن الأخلاق والأعمال، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن لابد نتعلم السيرة. كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الليلة نجعلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نتأسى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثمرة، ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ ما الفائدة؟ الفائدة أن من سار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان الجزاء من جنس العمل، يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول سحقا سحقا. يعني أهل البدع لا يمكن أن يكونوا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس انقسموا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طرفين وسط. قسم يغلو فيه عليه الصلاة والسلام مدحا حتى ألهوه، وقسم يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قدحا، وقسم يتوسط هم أهل السنة والجماعة. فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. فندرس هذه السيرة بإذن الله تعالى. نعم، اقرأ الشيخ جزاه الله خيرا. نعم، هذا النظم اقرأ. قال نعم، الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. ابن أبي العز هذا الذي شرح العقيدة الطحاوية، إمام، والنظم دائما سهل في المراجعة وفي المذاكرة. نعم، يقول الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. نعم، بدأ بالحمد لأن حمد الله سبحانه وتعالى موجب لإلقاء النعمة، ويحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الرجل منزلة العلماء، وهذه منزلة رفيعة، ولا بد أن نحمد الله، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. فنحمد الله سبحانه وتعالى في أول المحاضرات، في أول القرآن، الحمد لله رب العالمين، في الصلاة. نعم، وثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، وبعد هاك سيرة الرسول. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، قال خذ الآن الكلام المختصر الواضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، منظومة موجزة الفصول. نعم، موجزة وليست يعني بال
الطويل الممل، ولا بالمختصر المخل، لكن مختصر واضح بإذن الله تعالى. نمر على أهم مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراحل والله أعلم تنقسم إلى مرحلتين. قبل البعثة عندنا أمر، وعندما بعث عليه الصلاة والسلام عندنا، قبل الهجرة وبعد الهجرة، ثم يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا، ما حال الأمة؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة والعرب لا يعرفهم أحد، ليس لهم حضارة، ليس لهم شيء. حضارة عند الفرس، عند الروم. والبيت، بيت الله الحرام بمكة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظار الناس إلى أن هذا البيت هو بيت لله. ماذا حدث؟ حدثت حادثة الفيل. لماذا؟ هذه مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يسميها العلماء إرهاصات، يعني مقدمات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل عليه الصلاة والسلام. فكان الناس في جاهلية، في ضلال، يعبدون الأصنام، يلتجئون للصالحين، كذا 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 من هذه الأمور. فبعث الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يجدد لهذه الأمة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحنيفية السمحة. نعم، قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. عام الفيل وقد تقدم ولد عليه الصلاة والسلام. يا أخواننا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا سلف الأمة ولا التابعين ولا الأئمة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتفال جاءنا من أناس لا يعرف بالدين أصلا، أرادوا إفساد الدين علينا. هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل احتفل الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا، الحب الحقيقي يترك هؤلاء ويرجع إلى البدعة والضلالة، نسأل الله العافية. المحبة الحقيقية الصادقة في اتباع عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه المحبة الحقيقية. نعم، فماذا نصنع؟ نصوم الاثنين. لماذا؟ يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا إشكال في هذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن صيامه من الاثنين يصح. أمنا نحتفل، حتى لم يحدد، اختلف العلماء في تحديد هذا اليوم واختلفوا فيه، ثم لا يهم عندنا معرفة هذا اليوم، نعم، الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. نعم، ولد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول. نعم، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. لو تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما، ثم بعد هذا ماتت الأم على ما سيأتي، ومات الجد الذي كان في كفالته، ثم مات العم، ثم مات زوج الحنون، ثم أوذي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، أوذي من أهل الطائف، ذهب إلى المدينة، هاجر، خرج من بلده، اختبأ في الغار، ثم ظهر النفاق، اليهود وضعوا له السم، حاصروه في مكة في الشعب، أمور حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. تطير؟ لا. تشاءم؟ لا. رجع عن العقيدة، عن التوحيد، عن الدعوة إلى الله؟ لا. إذا لابد أن تعلم أن الابتلاء لابد فيه من تعلق بالله، رضا بالقضاء والقدر. فإذا رأيت مبتلى، هذا لا يدل على عدم إيمانه، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلى. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات النبي عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: ورفعنا لك ذكرك. إذن الابتلاء لا يعني عدم محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن لا يعني أن تتمنى البلاء، لا، تقول: اللهم أنك عفو تحب العفو، عفو عني. نعم،
ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، نعم، فكان في كفالة جدي، نعم. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة أهل مكة أنهم يضعوا الأولاد خارج مكة، حتى المرأة من قريش تتفرغ لزوجها، ثم مكة فيها أوبئة وأمراض، يأتيها الحجاج يأتيها المعتمرين يأتيها هؤلاء، فحتى لا يعني يتأذى الولد يخرجوه، ثم حتى تعلم السليقة تعلم اللغة العربية، نعم. فسبحان الله، من الصغر قد يقول قائل هذا دون الفطام، يعني أقل من سنتين كيف يتعلم اللغة العربية؟ تعلم صغر يسمع يخزن الكلمات. نحن عندنا التربية في هذه الأيام إلا من رحم الله، تربية على ماذا؟ تربية على الموسيقى، تربية على أفلام كرتون، تربية على السحر، تربية، نعم. أم تسكت الولد بماذا؟ ترددت. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، لكن هؤلاء يتربوا على اللغة العربية، يتربوا على الإسلام، يتربوا على السنة. فالأم عندما تسكت الولد تقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ينشأ الولد يسمع تلاوة القرآن، يسمع مثلا بعض المنظومات تقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم مثلا، وكانت أسماء رضي الله عنها تسكت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، تقول له أنت تكون بطل نبيل، ينشأ أنت تكون بطل وهو طفل الآن، نعم. فأرضعته حليمة السعدية، نعم، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، نعم. ولاحظت من هذا النبي صلى الله عليه وسلم البركة، بارك الله سبحانه وتعالى لها في لبنها وفي كذلك ما كانت ترعى لديها، ولاحظت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بركات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ ويشب ما لا يأتي على بقية الأولاد، نعم. لكن خافت عليه عندما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وشق الصدر كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة اختلفوا فيها الآن قبل أن يبعث، ومرة بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، نعم. فبعد شهرين انشقاق بطنه، هذا قول أنه بعد شهرين كان الانشقاق، وهذا المرة الأولى على خلاف في المسألة، نعم. وقيل بعد أربع من سنه، نعم، يعني عندما بلغ أربع سنين عليه الصلاة والسلام. وبعد ست من شهر جاء وفاه أمه على الأبواء، توفيت أمه على الأبواء، نعم، توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، نعم. الآن أحداث تتوالى، كل الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم يفقدهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال حتى تعلم أن إذا تخلى عنك الناس ماذا تصنع؟ لا تتعلق بهم أصلا، تتعلق وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا تتعلق بأحد، هؤلاء يذهب ويبقى الحي الذي لا يموت، نعم. قال وجده للأب عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب هذا في الحقيقة ليس باسم، هو شيبة الحمد، مفهوم؟ نعم. وهذا ليس باسم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بهذا الاسم أو يقر على هذه التسمية، لكن عرف بهذا، هذا لقب، هذا لقب لشيبة الحمد، نعم. بعد ثمان مات من غير كذب، نعم. ثم بعد ثمان يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين توفي الجد، كان في كفالة جده، توفي الجد، توفي الأب أولا، ثم توفيت الأم، ثم توفي الجد، نعم. ثم كان في كفالة عمه أبي طالب، نعم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، نعم. ثم إلى الشام رحل، ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، نعم.
وذاك بعد عام 12 وكان نعم. من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة هذا يعني نظر في النبي صلى الله عليه وسلم وخاف عليه وعرف أنه نبي الأمية، نبي هذه الأمة. نعم. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرى. نعم، هو يذكر أن هذه المرة الثانية التي هاجر فيها خرج فيها سافر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تجارة لخديجة رضي الله عنها، وثم عندما رجع تزوج بخديجة. خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها ولم يتسرع عليها. لماذا؟ لأنها امرأة كملها الله، قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرت بنفسها وبمالها كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم، فهو من مالها، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لأمنا خديجة متجرة. نعم. وعاد لأمنا، هؤلاء أمهات المؤمنين والله لا نذكرهم إلا بخير ولا نذكرهم إلا بالجميل، والله لو يتكلم الناس في أمهاتنا ليس كالكلام في أمهات المؤمنين، فلا يمكن أن نذكرهم إلا بخير. نعم. خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لها من العمر 40 وله عليه الصلاة والسلام 25 كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.